هكلمكم عن حاجة اسمها اندونتيك سيرجري، وأنا بشتغل رئيس قسم علاج الجذور في الجامعة المصرية الروسية. فبنيجي نقول، تمام انتوا سامعيني، بنيجي نقول دايما انه طب هو ايه اصلا الهدف من الاندونتيك تريتمنت؟ لانه انا شايفة انه انتوا كلكم عاملين مؤتمر الجميل ده، لان الناس كلها مهتمة بالاندو اكتر من اي حاجة تانية، لانه الهدف بتاعنا دايما في الاندو هو ان احنا نبريزيرف الناتشرال دنتيشن. فقبل ما نبدأ بقى في المحاضرة هقول لكم كذا حاجة. اول حاجة انه كان لسه في المقدمة بيقولوا خير الناس انفعهم للناس، فاحنا احنا في اخر محاضرة ان شاء الله هتلاقوا كيو ار كودز ممكن نعمل لها سكان، هتوصلكوا للمحاضرات بتاعة الاندونتيك سيرجري بتاعتي متسجلة صوت وصورة للي هو يحب يستفيد، لان انا دايما ما بحبش انه ناخد وقت طويل قوي في ان احنا نشرح، لان متأكدة انه بعد اول 20 to 30 minutes كل الناس بتفقد الانترست بتاعها وما بتبقاش قادرة تركز. فدي اول حاجة، يعني انت ما تقلقش ابدا ابدا، كل الكلام بتفصيله، يعني احنا هنتكلم في زي هيدلاينز سريعة عشان نعرف الناس الموضوع وايه اهمية السيرجري وامتى اعمله وامتى ما اعملوش واعمله ازاي وكل الكلام ده، لكن بالتفاصيل الدقيقة هتلاقي محاضرات كاملة، كذا محاضرة. ممكن انت بس سكان الكيو ار كود هيدي لك لينك، ادخل على اللينك هيدي لك المحاضرات كلها متسجلة صوت وصورة، ودي يعني بس ادعوا لنا دعوة حلوة. الحاجة التانية اللي قالوا لي لازم اقول لكم عليها انه لازم تركزوا كويس جدا 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 في المحاضرة، لانه في 3 اسئلة هيديلكوا اللي هنختارهم هياخد تقريبا opportunity ان هو يحضر في كورس عنده مطول، ومش فاكرة قالوا كام ساعة. فدي كانت المقدمة بتاعتنا. طيب ال endodontic treatment عامة هدفها ان احنا نبريزيرف التوث structure ونبريزيرف السنة بتاعتنا موجودة، وده بقى بيتم سواء انت قررت ان احنا نجو فور انيشال روت كانال تريتمنت، سنة فشلت فهيبقى الحل بتاعنا ان احنا نعمل لها ري تريتمنت، لو الموضوع اكبر من كده هنجو فور اندونتيك سيرجري. فبنعتبر انه الثلاثه دول هما كونزرفتيف تريتمنت، لان الحل اللي بعدهم للاسف بتبقى ان الحاله بتاعتنا دي يبقى اللي بعد كده هنضطر ان احنا نجو فور اكستراكشن للسنه دي ونحط مكانها امبلانت. فنيجي نقول بقى ايه اندونتك سيرجري وسيرجيكال اندونتكس، ايه الكلام ده؟ قال لك طيب انا عرفولي، فهقول لك ان هو عباره عن كل البروسيجرز اللي الهدف منها ان احنا نريموف تيشو other than اللي موجود جوه الكانالز. خلاص، لانه انا في الانيشال روت كانال تريتمنت وفي الري تريتمنت عملت بقى كل حاجه بحيث ان انا اقدر انظف الكانالز بتاعتي دي واشيل بالب تيشو بكتيريا وبشيل كل حاجه جوه. فيبقى انا في الاندونتيك سيرجري هي حاجه مختلفه تماما، بتعامل مع التيشوز بره تماما اللي موجوده جوه السنه. عشان كده لازم تفكر في برسبكتيف تاني خالص، لان احنا خلصنا خلاص المراحل الاولانيه وفشلت، فانا مضطره اتجه لاتجاه تاني. تعرف برضو انه الجول بتاع الاندونتيك سيرجري هو بالظبط الجول بتاع الروت كانال تريتمنت، اللي هو ان انا اعمل سيلينج، انا عايزه اقفل كل البورتلز اوف اكزيت بتاعه السنه دي. علشان كده دايما بنقول خلي بالك انه فيلير تو هيل از اولويز فيلير تو سيل، يعني اي كيس عندك فيها فيلير، اي كيس عندك فيها فيلير هي مشكلتها ان انت مش قادر تعمل لها سيل. حتى الكيسز بتاعت الفيرتيكال روت فراكشر هي مشكلتها ايه؟ ان التو بارتس بعاد عن بعض، فانت ما عندكش سيلينج في النص، فهي failure to heal always means failure to seal. الهدف بتاع الاندونتيك سيرجري بالظبط نفس الهدف بتاع الاندونتيك تريتمنت، اللي هي الكلمه اللي احنا بنقول عليها اللي هي سيلينج. لازم بقى تحط في دماغك انه الكلام اللي احنا للاسف بندرسه لكم في سنه ثالثه او سنه رابعه، ان هو انه السنه دي ليها one orifice one canal one apical foramen، دي exception، ده مش موجود، لان كل السنين ليها multiple
بورتال اوف اكزيتس اللي فيها راميفيكيشنز كتير، فيها لاترالز لاترال كانال كتير، فيها ابيكال دلتاز. فيبقى انه ده الشكل النورمال اللي انت المفروض تبقى متخيله في دماغك. فانا النهارده علشان اكلمك على السيرجيكال اندونتكس لازم ادي لك حبه معلومات. المعلومات دي هي اللي بنسميها ارت اند ساينس. يعني ايه؟ انا لازم ادي لك حبه علم اللي هو indications contra indications نعملها امتى، وحبه ارت اللي هي تعملها ازاي، اللي هي التكنيكس بتاعتها. فهنيجي نقول بقى انه زمان جدا زي ما انت شايف في سنه 1964 كانوا بيقول لك انه ايه هي الانديكيشنز والكونترا انديكيشنز فور انالتيك سيرجري. فلو اخذنا سكرين شوت كده من البيبر دي اللي هي منشوره في 64 هتلاقي عدد لا نهائي من الانديكيشنز. ده لو شفت هيقول لك سيفير ديكريت كانال خلاص هندخلها جراحه، سن اوبن ايبكس هندخلها جراحه، سنة فيها perforation فيها pain، سنة أي ما كانت أي حاجة. ما كانش عندهم التكنولوجي، فكانوا أي كيس بتفشل أو مش عارفين نتعامل معاها كانت بتدخل في surgery. فقال لك طيب دلوقتي إيه هي الـ indications؟ شايف بقوا خمسة بس، تخيل بقت خمس حاجات بس اللي ممكن ندخل فيها جراحة. من ليه بقى؟ إيه اللي حصل؟ مش الفرق في الوقت، الفرق فإن كل حاجة اتغيرت. بقى عندك روتري فايلز فبتقدر تنجشيت كيرفت كانالز، بقى عندك مايكروسكوبس تشوف بيها الام بي تول اللي هنتكلم عليها النهارده ان شاء الله في اخر محاضره، بقى عندك كومبين تقدر تقول لك اذا كان في ام بي تول ولا لا 100%، بقى عندك ايبكس لوكيترز تقدر تحدد لك المكان بتاع الابيكال فورامين، بقى عندك ماتيريالز تقدر تسيل بيها زي الام تي اي ما كانتش موجودة زمان. فالتكنولوجي اللي بقت موجودة دلوقتي خلت ان احنا ندخل الحالة دي في جراحة في عدد قليل قوي 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 من الحالات. يعني احنا كل شغلنا بيبقى treatment initial او retreatment وكيسز قليلة قوي ان انا بدخلها او بضطر ان انا اجو فور endodontic surgery فيها. وده الصح، ان انا ابقى مثلا في عيادتي طول الشهر بشتغل عنده وعندي حالة أو اتنين هي اللي أنا قررت إنه الحالات دي لازم تدخل في endodontic surgery. فتعالوا بقى نتكلم مع بعض على الـ indications. قال لك طيب failure في root canal treatment، تعالوا نتكلم بقى عملي عشان ده اللي أنا بحبه أكتر. إحنا جات لنا كيس، الكيس دي البنت عندها 23 سنة، حصل لها تروما طبعا وهي صغيرة، كانت open apex. ده شكل لما عملنا لها radiographic examination، ده كان الشكل. فانت شايف ثلاثة اسنان، الاثنين السنترلز، واحدة is fine تقدر تقول يمكن fine بس في طبعا تقدر تقول انها underfilled، وواحدة تبركم عادية الابيكس، واللاترال احنا مش شايفين ايه بس شكلها فيها مأساة. فقلنا طبعا بالتالي انت لازم تلجأ للتكنولوجي الموجودة اللي هي الكومبين. فطلبنا نعمل سي بي سي تي، دي الصورة اللي جات لنا. هنبدأ أول حاجة باللاترال. أنا قلت لك إنه من الأول كده في الإكس راي أنا شايفة وحاسة إنه في مأساة. طب إحنا شايفين هنا إيه في الإكس راي في الكومبيم؟ ده اللاترال إنسايزر. فأنت شايف إنه حجم الدامج اللي اتعمل سواء بقى كان ريتريتمنت كان مركبين بوست أي مكان، إيه اللي كان معمول هنا إحنا مش عارفين. هو كان حاجة سيئة جدا لدرجة إنها عملت ثينينج في الوول بتاع الدنتين لدرجة انه خلاص السنة دي احنا مش هنقدر نستور. فكان الديسيجن بتاعنا من الاول انه اللاترال انسايزر خلاص هيتخلع. طب تعالوا بقى نتكلم في الاثنين التانيين، الاثنين السنترالز التانيين. فعندك one of the centrals اللي هي الجتبركات كانت معدية فيها الابيكس، اكتشفنا انها مش بس معدية الابيكس، دي كمان عاملة في perforation للباكل بليت اوف بون. يعني ايه بقى؟ يعني الباكل بليت اوف بون من كتر ما الجتبركة دي كانت over extended وكان في preapical lesion قاعد بيكبر، كل ما بيكبر بيعمل resorption للبون لدرجة انه خلاص انا ما بقاش في بون مغطي السنة من ناحية الباكل. والسنة اللي بعديها زي ما قلت لكم هي حواليها preapical lesion، still برضو preapical lesion كبير لدرجة ان هو عامل ايه perforation للبكل plate of bone. دول التلات سنات. هتيجي بقى في حالة زي دي تقول ايه؟ طب انا ايه هي الاوبشنز اللي انا ممكن اقول للعيانة بتاعتي
ان انا هعملها، يا اما تجو فور ام تي اي بيك البلاج وبعدين تمشي فور سيرجري. في كيسز اقل من كده شويه بنقرر انه ممكن اعملها ريفاسكولاريزيشن، سبيشلي لو كان سن البيشنت ده اقل من كده. ايه والحاجه الثالثه انه ان احنا نقول لها لا السنه دي مفيش منها امل خالص، احنا ويل جو فور اكستراكشن، وبعد ما نعمل اكستراكشن هنعمل ايه. بس تخيل حط نفسك كده مكان البيشنت، فهي اكيد انها قررت انه الاكستراكشن ده هو بعيد جدا عن تخيلها، مش ممكن حد صغير هقول له اخلع سنانك وبعدين بعد ما يحصل هيلينج، لانه ما فيش بون كمان، فبعد ما يحصل هيلينج بعدها بست شهور تعالى نركب لك امبلانتس. فقررنا ان احنا نعمل موضوع الام تي اي والابيكال بلاج، ودي كانت الاكس ريز بتاعتنا في محاوله ان احنا نشيل كل اللي موجود لغايه مثلا اخر اكس راي دي كنا شلنا في واحده من الكانالز تقريبا كل حاجه ما عدا ثين لاين كده من الجاتوبيركا، ساعتها ما كناش عارفين ده ايه. ودي السنه الثانيه سنترال الثاني، بالوقت قدرنا ان احنا ننظف وان اوف ذا سنترالز كلها تانية ستيل اللاين ده، عملنا كل حاجه في الدنيا، انا عملت كل حاجه في الدنيا عشان اشيله، ما كانش راضي يطلع. وبعدين حطينا كالسيوم هيدروكسيد لان انفكشن كبير جدا في الكيس دي كان موجود. السيشن اللي بعدها جبنا جاتوبيريكا سولفنت و التراسونيك بحيث ان احنا نحرك السولفنت هو اللي نعمل له اكتيفيشن عشان يوصل لكل مكان موجود جوه الكنال. اكتشفنا بقى بالوقت ايه، انه اللي كان موجود جوه ده الدكتور كان حاول يعمل هو في دماغه زمان جدا ابيكال بلاج، فجاب قطنه حط عليها سيلر او زنك اوكسيد جينول وات ايفر الماتيريال ايه، ودخلها جوه الكنال عشان يسد الايبكس. يعني هو فكر متطور جدا، بس هو يعني كان عايز يعمل ام تي اي ابيكال بلاج بالامكانيات اللي موجوده ساعتها. طبعا دي ممكن تكون اخذت 3 زيارات بس علشان نشيل القطنه اللي هي حط عليها الجاتوبيريكا وحط عليها الزنك اوكسيد الجينول. ده كان شكل بعد ما خلصنا الـ MTA pickle plug، ويبقى دي one of the cases اللي احنا مضطرين ان احنا نجو فور and don't expectry. طب ايه تاني بقى؟ procedure errors، كل الغلطات اللي احنا بنعملها في العيادة، وده بيديلك امل انه whatever المشكلة اللي حصلت معاك في العيادة السنة دي ممكن نديها second chance. طيب زي ايه بقى؟ لانه زي ما قلت لك انه الهدف بتاعنا ان احنا نوصل للسيل. طب سواء بقى في عوائق هتمنع ان انا اوصل للسيل ده، انا عملت بروكن فايل ومش هعرف اعمل سيل، او عملت ليدج ومش قادر اوصل للكنال، او عملت زي ما بقول لك يا اما بروكن فايل يا اما ليدج يا اما مش قادره نيجوشيت الكنال، كل الكلام ده يبقى عندي عوائق تمنع الهدف الاساسي بتاعي، الهدف اللي هو لازم تبقى حاطه في دماغك ان انا اعمل سيل. فيبقى كيس زي كده، عندي كنال تو كنالز عاملينها كويس، كنال عملت فيها كل حاجه في الدنيا علشان اقدر اوصل فيها لان انا اعمل نيجوشيشن، ما عرفتش. يبقى عشان السنه دي ما قررش ان انا اخلعها، هيبقى الحل ان انا اجو فور اندونتك سيرجري. كيسز ثانيه مثلا زي البروكن فايل، بس دي مش بس البروكن فايل ده، انت شوف حجم الليجن اللي موجود. وده اللي بقوله لك انه اي حاجه في الاكس راي التو دايمنشنال، انت في third dimension اللي هو الباكولينجوال احنا مش شايفينه خالص، والليجنز بتاعتنا بتبقى كبيره جدا في الباكولينجوال. فانت لما تشوف هنا السنه دي انت شايفها من الفيو الميزيال، فانت شايف الباكل واللينجوال والبالاتال بليتو بون، هو متاكل باكل ومتاكل بالاتال، فيبقى دي حجم كبير جدا، الليجن ده حجمه كبير جدا. ده بعد الريسكشن، وده بعد الفولو اب. فيبقى برضو اللي احنا بنقوله انه الاندونتك سيرجري هتدي لك امل في السنه دي. ايه تاني كمان؟ تعالوا نشوف بقى الكيس دي، لان دي واحده من الكيسز اللي انا بحبها جدا. جات لنا بيشنت فيميل برضو الايج بتاعها 35، وقالت انا عملت مليون تريتمنت في السنتين دول، لور 4 لور 5 ولور 6، وعملت اندو وعلى طول عندي بين، وعلى طول عندي سوالينج وريبيتد سوالينج وريبيتد بين، وما فيش اي حاجه نافعه مع الدكتور اللي كانت متابعه معاه. زي ما قلت لك اي كيس فيها ريتريتمنت الاول اعمل سي بي سي تي. ليه الاول تعمل سي بي سي تي؟ لانه انت مش عارف ايه اللي هتشوفه
او ايه اللي هتلاقيه؟ الاكس راي التو دايمنشنال ما بتوريلكش اي حاجه خالص خالص. الحاجه التانية انه تضمن حقك انك تقدر تقول انه اللي حصل ده مش انت اللي عامله، وانه ده كان معمول قبل كده وان انا بحاول اصلحه. والحاجه التالتة ان انا بقول للبيشنت بقدر اوريها المشكله اللي موجوده ايه، وبالتالي لما اقول لها ده البروجنوزس بتاعك مش حلو، فتبقى هي عارفه ان انا اي مكان التريتمنت اللي هعمله ده هيبقى محاولة ان انا احافظ على السنة، لكن مش لازم ان انا اقولها 100% هتنجح، لان هي شايفة الكونديشن عاملة ازاي. فيبقى دي شلنا الجاتابريكا الفايف، بما ان احنا كنا شايفين من الاول ان هو كان سيرفايف حطينا فيه كالسيوم هيدروكسيد وبعتناها تعمل سي بي سي تي. ده الشكل اللي احنا شفناه. استنى معايا لحظة. ايه بقى ده بالظبط؟ يبقى انت عندك اوفر اكستندد جاتابريكا، وحد حاول يعمل ريتريتمنت فعمل يا اما ده internal resorption يا اما ده perforation. طب قولي انت من الواقع بتاع الشكل ده ايه التريتمنت اوبشن اللي عندك؟ ما احنا لازم دلوقتي تفكر. صحيح انا بديلك محاضرة surgery، بس لازم تحط في بالك كل الشكل العام. انا لازم اقرر based على الثلاثة factors، هل structural damage ده، هل الباقي من السنة هقدر ان انا restore it؟ وريستورت دي معناها هل ان انا هريستورت يعني زي ما كان الدكتوره ولاء بتقول لنا على الكراون قبلينا، هل البريدونتال دامج ده هيقدر ان انا اعالجه هيبقى عندي enough support للسنه، هل الاندونتك دامج ده هوصل بيه للنقطه اللي انا قلت لكم عليها في الاول هقدر اوصل ان انا اعمل سيل ولا لا. فيبقى من ال 3 dimensional image بتاعتنا ال CBCT هنقدر دلوقتي نحط تريتمنت بلان. هنقول لها والله حضرتك احنا اللور 5 ما عندناش فيه مشكله، لكن اللور 6 بقى ده اللي ممكن نفكر يا اما انت عايز تعملي له اكستراكشن اوكي، يا اما اللي احنا ممكن نعمله ندخله في سيرجري ونعمل هيمي سكشن اللي احنا نقسم السنه بالنص فعليا من الطول. وانا في دروتس اللي انا شايفه ان هو نون ريستورابل ومش هقدر اعمل فيه اي حاجه هنعمل له اكستراكشن والتاني هنخليه. يبقى دي one of the cases اللي انا محتاجة اقرر فيها ان انا هعمل surgery. حاجة تالتة، ما احنا بنتكلم على procedure errors. الكيس دي فعليا اللي عاملها دكتورة اسمها ليلى زكريا من اصدقائي المقربين في القصر العيني. اللي احنا شايفينه هنا في الاريا اللي انا بشاور عليها دي، دي جت بريك، يعني اللي عمل root canal treatment عمل perforation، معرفش ان هو عامل perforation، كمل وحشى السنة وحشى البرفوريشن بالكاتبريكا لدرجه انها زي ما انت شايف كده هي طالعه من عند الفيستيبيول اوكي. ودي لما رفعنا الفلاب، ودي بعد ما عمل ريسكشن للكاتبريكا اللي هي كانت طالعه، ودي بعد ما وصلنا للهدف اللي احنا عايزينه اللي احنا اتكلمنا عليه ان احنا عملنا سيلينج. يبقى دي بنسميها كوركتيف سيرجري، هي وان اوف ذا انديكيشنز طبعا للسيرجري. طيب ايه كمان بقى؟ دلوقتي انا عملت روت كانال تريتمنت، عملت بوست وعملت كور وكراون ولسه عاملاهم جديد، شايفه ان انا عملت كل حاجه صح وكل حاجه حلوه، والبيشنت لسه ستيل ان بين، او ان انا ستيل لسه عندي مشكله، او انه البيشنت رفض ان انا اشيل كل الكلام ده واعمل له تريتمنت، انا لسه عامل البوست والكور والكراون مكلفني مبلغ كبير جدا ومش هقدر ان انا اجو فور تريتمنت دلوقتي. هنا انت لازم بتوزن بقى، بتوزن البنفيتس بتاعت انك هتشيل الكراون وتشيل البوست وتشيل كل حاجة ومعاها ممكن الريسك ان انا اكسر السنة دي وانا بشيلهم، او ان انا اعمل اندونتك سورجري واوصل للايبكس من الريتروجريد. فيبقى في كيسز بتيجي زي كده، احيانا بنلاقي انه الكراون معمول حلو قوي، البوست معمول حلو قوي، او انه المارجنز مقفوله كويس قوي، او انه البيشنت رافض ان هو يشيل كل حاجه، فبيبقى الحل ان احنا نجو فور اندونتك سيرجري. او كيس زي كده المشكله كلها ان انت عندك اكستروجن للسيلر هو اللي عامل المشكله للبيشنت، زي ما انت شايف البريدج معمول حلو جدا، المارجنز مقفوله حلو جدا، الاندو معمول حلو جدا، فيبقى ممكن ان احنا نجو فور اندونتك سيرجري في الحاله دي. لكن بقى هنا دي النقطه اللي انا بقولها، انه ما يجيش كيس مش لازم تبقى بالمنظر ده. انا طبعا حاطه لك اسوأ حاجه علشان تخبط في دماغنا على طول، لكن ما تجيش كيس الاند وحش وفيها مزد كانال وفيها مش معمول فيها ريجيشن وفيها سنجل كون
وحاجة وحشة جدا، والكراون زي ما انتوا شايفين، والبوست في الهواء والكراون في الهواء، وقول اعمل اندونتك سيرجري. لا، ما هو انا المشكلة عندي حتى لو عملت سيل ابيكال، طب هو فين السيل الكرونال؟ اوكي، طيب كده قلنا بعض من الانديكيشنز. تعالوا نقول بقى حبة كونترا انديكيشنز. طب انا امتى ما اعملش سيرجري؟ هو ده اللي انا كنت بقوله بقى، اللي هو انا بعمل سيرجري علشان ايه؟ علشان يعني ادور على اي حل، والمشكله قدام عينيا. يعني انا ما عنديش هنا روت كانال تريتمنت معمول حلو، انا اكيد هنا متاكده انه ما حصلش اريجيشن كويس، انا اكيد هنا متاكده انه الليكج ده جاي كورونا اصلا. طيب ايه فايده ان انا ادخل اعمل البيشنت ده وادخله في جراحه وانا متاكده انه الكيس دي هتفلير برضه حتى بعد السيرجري؟ يبقى دي one of the contraindications، وده ما يمدلكش مبرر ابدا ان احنا نصلح غلطتنا في ان انا مش قادر اعمل روت كانال تريتمنت صح، في ان انا ادخل البيشنت في جراحه. فهو دايما بيقول لك انك لازم تحط في دماغك كده ان ابيكال سيرجري هي مش سبستيتوت فور انكمبليت ديبرايمنت اند بور اندونتكس، هي مش بديل ان انت بتعمل اندو وحش، هي دي حل انه لو حصلت مشكله مش هنقدر نحلها بالتريتمنت العادي، نعمل ساعتها اندونتك سيرجري. نفس الكلام هنا في الكيس دي، يبقى هنا عنده ميز كانال، الروت كانال تريتمنت المعمول وحش جدا، دخل البيشنت في سيرجري. طبعا بعد ما اتعمل السيرجري هيدخل في فيلير، والفيلير هيخلينا نعمل كمان مش بس ري تريتمنت، ده انت هتعمل ري سيرجري. ايه تاني كمان بقى من ضمن الكونترا اندكيشنز؟ ان السن اصلا تكون بريدنتال، او معلش انا بتاكد ان انتوا سامعيني. البيدنتال والريستورتيف فاكتورز، ان السنه دي انا مش هقدر اعمل لها كورونا ريستوريشن بعد كده، يبقى ما فيش داعي ان انا ادخلها في سوج، او ان السنه دي بريدنتال مش هتقدر تعيش. طيب واحده بقى من الحاجات اللي هي المهمه جدا، او المشاكل الكتيره اللي بنشوفها اونلاين، انه هل لو انا عندي لارج ليجن ده يديلك مبرر ان انت تدخل البيشنت في اندونتك سيرجري؟ لا، لأنه معظم المشاكل لو هي جاية من root canal، فيبقى لو هي الليجن الكبير ده of endontic origin، فهو root canal treatment العادي بتاعنا لو معمول كويس هيحصل healing، وده اللي احنا شايفينه في الاكس راي هنا. انت عندك ليجن كبير جدا، انا معاك الليجن ده بعد ما هتعمل root canal treatment وهتعمل له follow up هيحصل له healing. اوكي، بس هنا بقى النقطة الأساسية اللي انا قلتها، ان هو لازم يكون of endontic origin. ليه بقى بنقول كده؟ لان انا هوريك هنا كيس، الكيس دي جات لي البيشنت relative بيسال بيشتكي من ان هو عنده swelling وعنده tenderness، يعني هو عنده جزء حصل فيه swelling و tenderness، ما بيشتكيش من الم. وفي وسط الكلام كده بيقول ده انا حتى حاسس ان اسناني اتحركت من مكانها. فلما انت تشوف الصورة دي، انا شايفة حاجة غريبة، المالتي لوكيولر ليجن اللي موجودين ده مش شكل اندونتك ليجن عادي، دي اول حاجة. بعدين لما سنانه اتحركت، ممكن تبقى انت احيانا بتشك انه يعني احيانا كتيرة بيشنت بيهول وممكن ما يبقاش، ممكن يبقى حقيقي. فعملنا ايه بقى؟ وده اهم حاجة، ودي النقطة الاساسية اللي نطلع بيها من الكيس دي، لازم تعمل electric pulp testing في الحالات اللي زي دي. لو المشكلة جاية من endontic origin، يبقى السنين دي كانت هتطلع non vital، فهيطلع negative. لكن احنا لما عملنا لها pulp testing السنين دي طلعت positive، وعدتها مرة تانية to make sure فعلا انه السنين دي vital. فلما طلعت vital، وطبعا الناس كلها بقى جاية اللي هو يعني احنا جايين لك عشان تعمل لنا علاج عصب، تعمل لنا root canal، بس طب هعمل root canal ليه؟ طب ما هو المشكلة مش عنده اصلا. فتبعت العيان برضو، وفي الحالة دي انت لازم تخد العيان سنة انه لا انت لازم تعمل لي الأشعة علشان تشوف ايه اللي هيحصل. فبرضو طلبنا سي بي سي، ودي كانت الشكل الموجود. بس كده معايا، ده حجم الليجن، الليجن اللي كان واكل كل الباكل بليت اوف بون، مش عند السنتين دول بس، دول كمان واخد اكستنشن بتاعه كبير جدا. فالشكل ده يخليك طبعا بما انه السنان فايتال تخليك لازم تحولها للسيرجن اللي اخدنا بابسي، للاسف طلعت اميلوبلاستوما.
البيشنت ده كان التريتمنت اوبشن الوحيد اللي عنده هو ان هو يعمل راديكال ريسكشن، يشيل بلوك كامل من الماندبل. ودي النقطة اللي انا عايزة اقولها لك، انه للأسف في مالجننت تيومرز كتير بتميمك الاندونتيك بريابيكال ليجنز او الاندونتيك ليجنز. بتميمك يعني ايه؟ يعني بتدي نفس الشكل. بيشنت جاي بيشتكي، طب انت ممكن يبقى عنده ابسس، انت كل اللي بتفكر فيه بقى، لان هو ده كل النورمال او كل اللي احنا بنتعامل معاه على طول، انه البيشنت ده بيشتكي للاسف من ابسس، ويبقى انا هعمل له اكسس والفص هيطلع ثرو كانال، كل الكلام اللي احنا بنقوله. الحاجه الوحيده اللي فرقت في الكيس دي واللي ادتنا انديكيشن هو تيست صغير جدا، هو الالكترو بالب تيست، او ان انت تعمل ثيرمال تيستينج للسنان دي عشان تعرف السنه دي vital ولا non vital. بعدها هنيجي نقول بعدها بقى السكيلز، السكيلز بتاعتي انا كجراح، هل انا عندي السكيلز الكافيه اللي تخليني ادخل في السيرجري ولا لا؟ لانه مش كل الارياز او مش كل الزونز في الاورال كافيتي السيف. احنا عندنا، لا عندنا زونز بنسميها دينجر زونز. زي ايه بقى؟ area of mental foramen. احنا عارفين ان mental foramen موجودة بنسبة 56% ما بين الروتس بتاعت الفور والفايف، بنسبة اقل تحت الروت بتاع الفايف، بنسبة اقل خالص تحت الروت بتاع الفور. فانا لو انا هعمل surgery في الاريا بتاعت الفور والفايف، لازم ابقى قادرة احدد 100% مكان mental foramen، علشان اولا ما اعمل incisions بتاعتي عندها، ثانيا لما بنيجي نعمل حتى نحط الريتراكتور بيعملوا حاجه اسمها جروف تكنيك. يعني باجي عند محدده كويس جدا مكان المنتل فورمن، واروح عامله جروف واسند عليه الريتراكتور بتاعي علشان ابقى بعيده عن المنتل فورمن. يبقى هي دي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على انك واخد سي بي سي تي، عارف مكان المنتل فورمن كويس قوي، وانك عندك التكنيك، انك سكيلفل انف انك تقدر تحدد مكانها وتبعد عنها. الكيس هنا، الكيس هنا كانت اول في الاول متحوله على اساس ان احنا هنعمل اندونتك سيرجري علشان نحافظ على البيدجات اللي موجوده. بس في الصوره اللي تحت هنا لقينا مكان المنتل فورامن، الكيس دي immediately اتحولت، اتقفلت خالص، وتحولت لان احنا هنعمل ريتريتمنت ثرو البريدج الموجود، وهنخسر البريدج احسن ما نخسر ان البيشنت ده يدخل في نمنس طول حياته. الحاجه الثانيه الماكسيلري ساينس، كلنا عارفين انه بالسن بيحصل ان الفلوريد ساينس بينزل على الليفل بتاعه الاسنان، عشان كده في ناس كتيره ممكن تحط امبلانت، لكن مش كل الناس تقدر تعمل ساينس ليفتنج. اوكي، يبقى انا ممكن صحيح يبقى انا سكيلفل انف ان انا اعمل سيرجري في الابر انتيريور ريجن ان هو سيف، لكن لما هدخل في ارياز شبه المجزء اللي هي هيبقى عند الروتس بتاعه الفيرست والسكند مولر، يبقى انا هخاف. هقول هنا ساعتها لو انا شايفه او شاكه انه دي اكتر من قدراتي، يبقى ما اعملهاش. برده المانديبولر كانال، فدي الزونز اللي بنسميها دينجر زونز. حاجه اخيره برده تمنعني من ان انا اعمل سيرجري، هي ان البيشنت نفسه الميديكال كونديشن بتاعه ما تؤهلوش. البيشنت ده uncontrolled diabetic، فيبقى الهيلينج بتاعه هيبقى وحش جدا بعد السيرجري. البيشنت عنده blood disorder، يبقى لازم نصلحه. البيشنت medically immunocompromised، بيعمل radiation، يبقى كل دي حاجات medical ما تخلينيش ان انا اعمل في البيشنت ده ايه؟ don't take surgery. طب نيجي نقول يعني هو ده الدكتورة اللي انت قاعدة تكلمين عليه؟ انتوا عاجبكم المنظر ده؟ طب ايه رأيكم بذمتكم؟ هقول لك لا طبعا. ده التراديشنال تكنيكس او التكنيكس القديمه قوي اللي كانت هي عباره عن بير اند امالجم، هي دي الحاجه الوحيده اللي كانت موجوده وكانت افيلبل، فكانت بتديني ريزلتس سيئه جدا، لانه حتى ما كانت شبه ما انتم شايفين في الصوره، هي ما كانتش ريتنتف. لا كافيتي بيبقى ريتنتف ان هو يحافظ على الامالجم، ولا الماتيريال كمان مساعداني. فقال لك انه ده اصلا من ضمن الاسباب ان الاندونتك سيرجري مش بوبولار، او مش الناس كلها بتحبه، او الناس كلها بتخاف منه. ليه؟ لانه التكنيكس القديمه ما كانتش ناجحه. فقال لك طيب يبقى احنا بقى نعمل ايه؟ احنا بقى عندنا تراديشنال اللي هو الفكر القديم، والاندونتيك مايكرو سيرجري اللي هو الفكر الجديد او الحديث. فيبقى ده الفرق فعليا ما بين اللي كان بيتعمل
اللي كان ستيل حتى ما في الصوره بيتعمل اندونتك سيرجري. انت شايف هنا اتنين جاتابيركا تريسنج، يعني هو كان فيها اتنين فيستلا بعد حتى ما عملنا الاندونتك سيرجري، وده الاندونتك مايكرو سيرجري. هيجي بقى واحد يقول لي لا لا لا، انت لما تيجي تكلميني تكلميني بالافيدنس، تكلميني بالدليل، انا هجيب لك الدليل فعلا. فالدليل بقى بيقول ايه؟ ان هم جم عملوا دراسات، جابوا كل الدراسات اللي حصلت في الفتره القديمه وقارنوا ما بين التراديشنال اللي هو التكنيك القديم والمايكرو سيرجري، وبعدين جابوا كل الكيسز اللي اتعملت بالمايكرو سيرجري ده، سواء عملناها بعينينا بس او عملناها يعني بلوبس او عملناها بمايكروسكوب. اوكي، وقال لك ايه؟ تعالوا بقى نقارن ما بينهم. طلع انه لما انت بتعمل التراديشنال اللي هو التكنيكس القديمه اللي انا وريتها صورتها في الاول، السكسس بتاعها بيبقى 60%، يعني في 40% من الحالات بيحصل لها فيلير. طيب لو انت عملت بقى اللي هو اللي احنا قلنا عليه الاندونتيك مايكرو سيرجري واستخدمت مايكروسكوب، هيبقى السكسس بتاعك 94%. طب ايه ال 88؟ قال لك ده الكونتمبري. الكونتمبري ده اللي هو انا هستخدم برضو التراسونيك، هستخدم لوبس، مش لازم هستخدم مايكروسكوب. فيبقى السكسس بتاعك كل ما انت بتستخدم تكنيكس احدث، كل ما السكسس كان احسن وكان اكبر. هيجي واحد يقول لي طب ليه يعني؟ ايه يعني اللي هيفرق الميكروسكوب؟ هو ده بالظبط اللي هيفرق الميكروسكوب، ان انت قادر تشوف ديتيلز عينيك مش هتقدر تجيبها. ده اللي احنا بنقوله، ده الشكل لو انت بتحاول تدور على ام بي 2 بعينيك. اوكي، وده لو انت بتدور عليها بلوبس، وده فعليا اللي انت بتبقى شايفه تحت الميكروسكوب. الفرق كبير جدا، ما انا لما اشوف الحاجه هعرف اصلحها. طب في السيرجري تفرق معايا في ايه؟ نفس الكلام بالظبط، لو انا بشوف الحاجه دي عن طريق لوبس، هقدر اقول ان انا عندي هنا واحده تانية، كنال تانية موجوده، مسد كنال. اوكي، والهدف بتاع التريتمنت بتاعي ان انا اعمل سيل، فيبقى كانت المشكله الاساسيه اصلا هو وجود المسد كنال دي اللي ما اتشافتش، ودي بعد ما اتعمل لها سيل. فعلشان بقى ما نخافش من السيرجري، الحقيقه يعني اللي انا عايزه اقولها انه انا ابتديت الاندنتك سيرجري لما بقيت في الدكتوراه، يعني لما دخلت دكتوراه اكتشفت انه في نص الاندو هو كونفنشنال، والنص التاني او المنهج التاني بتاعنا هو سيرجري. وكان فعلا الاندنتك سيرجري بالنسبه لي كده، انا كان حد اندنتست، عشت طول حياتي اندنتست، ما بشتغلش غير اندو. فلما حد يقول لي لا ده انت هتعملي جراحه، فانا حسيت فعليا بالرعب ده. طبعا في ناس كتيره يعني حقيقي حقيقي من الناس اللي انا احب اشكرها، يعني الدكتوره غاده الهلالي والدكتور اسامه الدكروري، يعني الناس اللي هي فعلا زي ما بيقولوا ايه، بياخدوا بايديك علشان توصلك. فده كان شكل الاندونتك سيرجري انا، يعني اللي هو ايه، لا 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 خلاص، ده دكتوراه ايه ولا دكتوراه ولا بتاع، احنا ايه، احنا نلغي التسجيل وخلاص. فهقول لك بقى عملنا ايه، احنا هناخد خطوه خطوه ونبسطها مع بعض. فقال لك ايه بقى، احنا هناخد topic واحد اللي هو epical surgery، لان يعني surgery حاجات كتير، فاحنا هناخد نقطة واحدة بس اللي هي ايه، epical surgery. فقال لك ال epical surgery دي هي عبارة عن ايه، ان انا بعمل management لل epical part of the root، يبقى كل مشكلتي اصلا موجودة في ال epical part of the root. فانت بقى فاكر الاكسري اللي انا وريتها لك اللي فيها broken file معدي ال apex، يبقى دي epical surgery. مشاكل مرتبطة بآخر part of the root، وهي عبارة عن أنا بعمل excision زي ما قلنا للـ apical part والـ lesion اللي حواليه. فلو هعمل جراحة، أول حاجة تحطها في دماغك إن أنت you have to plan the treatment بتاعتك، يعني تتخيل كده قبل ما العيان يدخل إن أنا هعمل incision فهحتاج كذا، هعمل elevation هحتاج كذا، هعمل ريتراكشن هحتاج كذا، هعمل في الاخر سوتشرينج. فتبقى كل ادواتك موجوده، لانه ما ينفعش ابدا تكتشف مثلا ان احنا بعد ما فتحنا وخلصنا وكل حاجه ان السوتشرز عندك خلصت، هنعمل ايه ساعتها؟ فيبقى احنا بنبلان التريتمنت بتاعتنا كلها من الاول. هاجي ادي للبيشنت ده انفيزيا. فالاندونتك سيرجري هنا بتفرق عن النورمال او الكونفنشنال روت كانال تريتمنت، في ان الانفيزيا بتاعتي الهدف بتاعها مش بس انها تديني الليفل اوف اناستيزيا او تخلي العيان مش حاسس، لا،
انا الهدف الكبير التاني الاساسي بتاعتها ان هي تعملي فازو كونستريكشن عشان اعرف اشوف، لانه لو في بليدنج كتير انا مش هعرف اشوف، ولو ما شفناش مش هنعرف نعمل التريتمنت بتاعنا صح. فيبقى انا محتاجه هنا تبقى انت عارف ان انا بدي بلوك انافيزيا علشان اوصل للديب ليفل اوف انافيزيا، ان البيشنت ده ما يبقاش حاسس، لازم بديله انفلتريشن. فبدي الانفلتريشن بس علشان الهدف التاني بتاعي ان هو ان انا اعمل فازو كونستريكشن. طيب لما هاجي بقى اعمل الابيكال سيرجري، هيواجهني في الاول ان انا عايزه اعمل فلاب، عايزه اوصل للروت، يبقى عايزه اشيل هارت تيشو، عايزه اعمل كريتاج، عايزه اقطع الروت اعمل له بسكتمي، عايزه اعمل فيلينج عند اخر 3 مللي من الروت، وعايزه ارجع الفلاب ده واعمل له سوتشر وادي البيشنت بوست اوبريتيف انستراكشن. ده اللي احنا هناخده. فاول حاجه هي الانسجن، الانسجن اللي هو الكات اللي احنا بنعمله بالمشرط، معظمنا بيستخدم بليد نمبر 15. وزي ما انتوا كلكم عارفين الكلام ده كلكم اخدتوه في الجراحه، ان هو لازم يكون شارب كلين كات، الكات بتاعك لازم يبقى واخد الجينجا والميكوبيراستيم لغايه يوصل ويوصل للبون. وان احنا عندنا تو تايبس اوف انسجنز، اول واحد اللي هو البرتيكل والتاني هوريزونتال. انا نسيت اقول لكم ان السلايدز اللي مكتوب فيها كلام هي السلايدز اللي هيجي فيها اسئله، عشان انا ما بحبش اكتب كلام، لكن بما انه في مسابقه فيبقى السلايدز اللي فيها كلام يا جماعه نركز بقى من هنا، هي السلايدز اللي فيها الاسئله. فاول حاجه ان احنا عندنا فيرتيكال ريليزنج انسيجنز. طب الفيرتيكال دول بيحددوا لي ايه؟ انا فين بحط الانسيجنز بتاعتي دي؟ بتفرق في ايه؟ الفيرتيكال ريليزنج انسيجنز دول هما اللي بيحددوا لي ان الفلاب بتاعي ده هيبقى واسع قد ايه، وبحدد ان الفلاب اللي انا عايزاه يبقى واسع قد ايه بيزد على حجم الليجن قد ايه. فيبقى الليجن بتاعي لو كبير يبقى انا لازم احط الاثنين فيرتيكال ريليزنج انسيجنز دول بعاد عن بعض قوي عشان اكبر الاكسس بتاعي. اوكي، زي حاله زي هنا، يبقى انا محتاجه ان انا احط سنه قبليها وسنه بعديها، يبقى دول الفيرتيكال ريليزنج انسيجنز بتوعي. او ان الليجن بتاعي اكبر يبقى انا محتاجه ان انا اكبر حجم الفلاب، ان انا احط الفيرتيكال ريليزنج انسيجنز بعاد عن بعض. تاني حاجه هوريزونتال انسيجن. ايه ده، هو الهوريزونتال انسيجن بتاعنا برضو فيه انواع؟ اقول لك اه في انواع، في العادي الانترا سيركلر. اوكي، ده اول واحد وده اللي معظم الناس بتعمله، وفي واحد تاني بيتعمل في الاتاتشد جينجفا، وده اللي معظم الاندونتست بيعملوه. فقال لك طب ليه بنحطه هما، ليه احنا بنرفع الفلاب بتاعنا ده بنحط الانسيجن بتاعنا كده في الاتاتشد جينجفا؟ قال لك especially في الاريا اللي البيشنت بيبقى دي اثاتيك زون، او ان البيشنت ده مركب بريدج انتيرير، والبريدج ده ممكن يكون بورسلين فيوست ميتال وخايف على المارجنز، واي سيرجري في الدنيا اي انسجن في الدنيا بيبقى معاه حبه ريسيشن. فقال لك ان احنا بنرفع ساعتها الهوريزونتال انسجن بتاعنا يبقى في الاتاتشد جينجا. اوكي، طب امتى اضطر ان انا لازم 100% اعمل لا الانسجن بتاعي في السالكس الانترا سالكلر؟ لو انا عندي كيس شك ان هي فيها فيرتيكال فراكشر او فيها كراكس، وعايزه اتاكد ان ده فيها فيرتيكال روت فراكشر ولا لا، يبقى انا لازم هرفع الروت كله، اكسبوز الروت كله. عشان اكسبوز الروت كله يبقى هعمل الانسيجن بتاعي فين؟ انترا سيركلر. اوكي، ده شكل لما يكون الهوريزونتال فلاب موجود في الاتاتش جينجفا، وده الفلاب ده بيسموه لوبيك اوشن باين اللي هو سب مارجنال ريكتانجلر. وده بيوري لك انه ده من احسن الفلابس، لانه الاريا بقى المهمه بالنسبه لي اللي هي الانتر دنتال بابيلا، وان انا خايفه ان البيشنت ده يحصل له ريسيشن، وان هو يجي له بلاك تريانجل، وكل الاريا الايثاتيك دي ما بتتاثرش خالص. طب لما تيجي تعمل، انا مش هكلمكم على كل انواع الفلابس زي ما قلت لكم في اول المحاضره، انه في الاخر هيبقى عندكم كيو ار كودز يو كان سكان ات، هتوصلك للمحاضرات الاندر جراد اللي فيها كل انواع الفلابس وامتى بتعملها وايه الانديكيشنز وايه الكونترا انديكيشن، وليه احنا ما بنحبش السيميليونر، وليه الجراحين بيحبوها، وليه احنا بنعمل ريكتانجلر وهم بيعملوا ترابيزويد، كل الكلام ده بالتفصيل. بس احنا بناخد زي مقتطفات صغيره كده.
فانا اللي يهمني انك تعرفه ان انا ببقى لازم عارفه حجم الليجن علشان ما احطش الفيرتيكال ليزنج انسيجنز بتاعتي عندها. كانوا قالوا لي ان الصوت قطع، فممكن حد يقول لي اذا كان الصوت كويس ولا لا؟ طب معلش حد يأكد لنا كده إذا كان إن أنا مش شايفة اللايف، فممكن حد يأكد لنا إذا كان الصوت موجود ولا لأ؟ طب انتوا سامعيني يا شباب؟ طب حد يرد؟ طيب هو غالبا الصوت موجود. اوكي طيب، فيبقى احنا اللي مهم بالنسبة لنا ان انا لو عارف حجم الليجن بالتالي عمري ما هعمل ال vertical releasing incision عند ال يعني كمية ناس ربنا يبارك لكم اللي بعتوا لي قالوا لي ان الصوت موجود. يبقى انا مش هعمل ال vertical releasing incisions بتاعتنا عند الليجن، لان لو عملت كده غير ان انا هبلوك ومش هقدر اشوف الليجن كله ومش هقدر انضفه كله، مش هقدر اعمل له كله اكسجين، انا كمان لما هترجع على فكره الفلاب بتاعك ده مش هيحصل هيلينج، والهيلينج بتاعك هيبقى قليل جدا. فلا يهمني ان انت تبقى عارفه ان احنا عمرنا ما بنحط الفيرتيكال ريليزنج انسيجن على الليجن. فعلشان تعمل كده قال لك يبقى انا لازم الويدث بتاع الفلاب بتاعي يبقى دايما عندي 1 توث قبليها 1 توث بعديها علشان ابقى في السيف سايد، انا بعيده عن حجم الليجن بواحده سنه قبليها وواحده سنه بعديها. والحاجه الاساسيه التانية بقى ان انت لو مش هتعمل الليوبيك اوشن باين وهتعمل تراديشنال فلابس يبقى انت ابدا ما تقطعش الانتر دنتال بابيلا. يعني انت لما بتقطع الانتر دنتال بابيلا ده معناه انك 100% بقى عندك ريسيشن، 100% بقى عندك بلاك ترانجل. فيبقى احنا يا اما نبقى بنحط الفيرتيكال ريليزنج انسيجن بتاعنا قبلها قبل الانتر دنتال بابيلا، يبقى احنا كده عملنا لها اكسكلوجن من الفلاب، او اخدناها كلها وعملناها بعدها فيبقى اخدنا كل الانتر دنتال بابيلا معانا. فيبقى دي من ضمن الاساسيات، لانه ناس تيجي بقى تكلمنا ناس بتاعت الباريو فاهم على ان الانتر دنتال بابيلا دي يعني من اساسيات الحياه، وانا بصراحه معاهم. انا مش مصدقه ان انا ممكن اعمل سيرجري وفي الاخر اخرج ببلاك ترانجل ما بقاش قادره اضحك بعد كده. اوكي طيب الانتر دنتال بابيلا ايه يا جماعه؟ نحافظ عليها جدا 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 واحنا بنعمل السيرجري. الخطوه اللي بعدها ان انا اعمل فلاب ريفلكشن. ريفلكشن يعني هعمل سيبريشن، هبعد كل الجينجوا والميكوزا والميكوبلاستم عن الليفل بتاع الالفلر بون. تبقى برضو عارف ان احنا دايما بنبدا الخطوه دي من عند الفيرتيكال ريليسنج انسيجن علشان احافظ على الاريا الديليكت اللي هي الانتر دنتال بابيلا، ما ابداش من عندها علشان ما تتقطعش معايا واقدر احافظ عليها على احسن يعني. بعدين نعمل ريتراكشن، يعني لازم اجيب ريتراكتر وارفع بيه كل اللي انا الفلاب بتاعي ده واحافظ عليه بعيد عن الليجن، علشان لما اجي دلوقتي هعمل دريلينج مثلا سواء بالكونترا علشان اوصل للبون عشان اشيل البون يبقى ما اعملش وما اقطعش الفلاب بتاعي، ما اقطعش الجينجا بتاعتي عشان اعرف ارجعها واحافظ على المنظر تاني. وصلنا بقى ان انا عندي دلوقتي شلت وبقى عندي البون بتاعي اللي هو الهارت تيشو مانجمنت، هعمل ايه بقى؟ قال لك ان احنا في كيسز بيبقى محتاجين ان احنا نشيل فيها بون عشان نوصل للروت، وفي كيسز مجرد انك تجيب كيرات وتعمل بيه كده حبه اللي هو بون كيرات هتلاقي ان انت وصلت للليجن. اللي بيفرق معايا ايه بقى؟ اللي بيفرق معايا حجم الليجن. كل ما الليجن بيكبر، فاكرين زمان في الباثولوجي كانوا بيقول لك اج شك شال كراكلينج، هو فعلا كده، كل ما الليجن بتاعك بيكبر كل ما هو بيعمل ريزوبشن للبون، فما بقاش فيه يا اما ما بقاش فيه بون قدامه خالص يا اما بقت ثين لاير اوف بون، فلما تيجي تجيب كيرات كده تشيلها. طيب لو انا هضطر اشيل بون
فيبقى احنا هنستخدم surgical round burrs size 6 او 8. يفضل طبعا لو احنا عندنا الامباكت 45، لان هي بتبعت الهواء خالص عن الفيلد بتاعي بتاع الجراحه، فبالتالي ما بخافش ان انا اعمل البيشنت ده امفيزيما. الحاجه التانية، لو انا عايزه احدد مكان اللي هبدا اقطع فيه بالراوند بير بتاعتي، انا طبعا خلاص التكنولوجي بقت موجوده، انا بقى عندي سي بي سي تي اللي هي 100% اكريت، بقدر احدد اللينث بتاع السنه من عليها واقرر انه النقطه دي اللي هبدا من عندها اللي هي النقطه القريبه من عند الروت عندي. شلت البون، وصلت لان انا دلوقتي شايفه الروت وشايفه الليجن، هبدا اعمل كيريتاج. كيريتاج يعني هعمل اكسجن للليجن الاول. طب انا ليه هعمل اكسجن الاول؟ انا عشان اشوف الروت، اوكي، علشان لما هتشيل الليجن والجرانيليشن تيشو اللي موجوده ده هتكتشف ان هي كانت سبب الهيمريدج. اول ما بنشيل الليجن ما بيبقاش فيه اي بليدنج موجود، واخد الليجن ده واوديه بابسي لو انا عايزه احلله. النقطه الاساسيه اللي انا عايزاك تقول تعرفها بقى هنا، ان احنا يا ريت لو نتعلم ازاي نعمل كريتاج بحيث ان احنا نشيل الليجن بتاعنا كله حته واحده. تشيل الليجن حته واحده زي ما احنا عاملين هنا في الصوره، معناه انه مش هيحصل اي حاجه يحصل لها ريكارنس، معناه انه انت قدرت فعلا تقلل البليدنج 100%. وبعدين هنعمل روت ريسكشن، ان انا هقطع الروت بتاعي ده، كلمه ريسكشن او بيسكتومي اللي هي هقطع الابيكال بارت اوف ذا روت. عشان اوصل للصوره دي، ان انا شايفه هنا سطح السنه وجواها الجت بريك. اول بقى حاجه هتقولولي عليها، طب انا هقطع كم ملي؟ قال لك لسه قايله لك في الاول خالص ان احنا عندنا مالتيبل بورتلز اوف اكزيت، بس احنا غالبا لو قطعنا عند الليفل بتاع 3 ملي شبه اللي في الصوره هنا، بتبقى شيلت كل البارت اوف ذا روت، اولا اللي هو انكلودد في الليجن، وثانيا اللي فيه بقى كل المشاكل اللي فيه كل البورتال اوف اكزيتس موجوده اللي فيه الابيكال دلتس. فيبقى اللينث بتاعي اللي هقطع عنده انا هضحي ب 3 مللي من الروت بتاعي. اوكي، هضحي ليه ب 3 مللي؟ زي ما قلنا لما اشيل اعمل ريسكشن انا شلت الباثولوجيكال تيشو اللي موجود حواليه، السمنت غالبا اللي بيبقى موجود في الاريا بتاعت الليجن ده بيبقى انفكتد. نشيل بقى لو كان عندي اناتوميكال فاريشن اوبريتور ايرورز، يعني ده الجزء اللي بيحصل فيه بروكن فايل ويعدي لج ومعرفش ان نيجوشيبل كانال، فكل الاوبريتور ايرورز تبقى موجوده فيها. بشيل السوفت تيشو الموجود، بقدر اشوف هنا الكانال، وبالتالي طالما قدرت اشوفها هعمل الريتروجريد كافيتي واقدر اعمل سيل. نيجي بقى للنقطه المهمه هنا، هل انا بعمل انجل زي ما كنا بنعمل زمان، بنعمل بيفل، والبيفل ده كانوا بيعملوا بيفل كبير جدا 45، او بقينا ما بنعملش بيفل، بقينا بنعمل من 0 ل 10. فقال لك طب احنا ليه بقينا بنعمل من 0 ل 10؟ اول حاجه علشان لما بتعمل بيفل كبير معناه انك بتشيل جزء كبير جدا من الروت، فبتضحي بالروت. واحنا بنضحي بالروت معناه كراون روت ريشيو هيتاثر، وكلكم عارفين كراون روت ريشيو مهم جدا. الحاجة التانية، لما أنا بعمل بافل كبير معناه إن أنا مضطر أشيل جزء من البون أصلا، ممكن يبقى بون سليم بس مجرد إن أنا بعمل البافل فبشيل معاه البون. أوكي، لما هعمل زيرو أنا مش محتاجة بقى إيه حجم الاستيوتمي بتاعي، أو الكات اللي أنا هعملها في البون هتبقى قليلة، فيبقى إحنا بطلنا نعمل خالص بافل وبقينا بنعمل الزيرو بافل أو اللي هو التن، أو بقيت بقطع الروت بتاعي في خط ستريت لانه بيوصلني كمان للكنال التانية. تخيل معايا مثلا لو انا قطعت على اي ليفل تاني شبه مثلا ليفل 2 ده، ليفل 2 لو انا قطعت كده ببيفل كده، اوكي، هيوريني ايه؟ هيجيب لي one of the canals بس، والكنال التانية هتبقى مزد. ده اللي انت شايفه في الاريا اللي انا بشاور عليها. فيبقى انا كمان علشان ما اعملش مزد كنال مضطرة ان انا اقطع زيرو علشان ابقى متأكدة ان انا شايفة التو كنالز موجودين. طيب لا، انتوا ما دخلتوش، ما حسيتكوش فهمتوا، تعالوا نبص عليها مره كمان. ادي السنه بتاعتنا، تخيل ان انت قطعت في خط ستريت شبه اللي في الصوره هنا كده، فانت اكيد 100% شفتوا التو كانالز دول. لكن لو قطعت بيفل بقى عندك تشانس كبيره جدا انه يحصل ايه؟
مسد كانال، يبقى مش هتقدر تشوف الكانال دي، بالتالي مش هتقدر تنظفها، بالتالي مش هتقدر تعمل لها سيل، بالتالي هتعمل سيرجري والسيرجري بتاعتك ده هيفشل. كمان قال لك ان الاوستيوتومي اللي هو الحجم بتاع الكات اللي احنا بنعمله في البون بقى صغير جدا لما بتقطع من غير بافل، يعني انت زي ما انت شايف الحجم كله ده 4 مللي. طبعا ده علشان احنا كمان بنستخدم مايكروسكوبس، فلو ما استخدمتهاش هتبقى محتاج تكبر اكتر، لكن ستيل كل ما هتقطع ستريت كل ما السايز بتاع القطع بتاعك في العظم السليم هيبقى اقل. عملنا بقى ريسكشن، هنا بقى اختلافنا الكبير جدا مع الناس بتاعت الجراحة. الناس بتاعت الجراحة بتعمل ريسكشن ما بتعملش ولا كافيتي روت اند كافيتي بريباريشن، ما بتعملش فيلينج، بتقول لك احنا بس هو ده اهم حاجة، ان انا اشيل الليجن واشيل الجزء ده من الروت، والكيسز بتاعتهم هترجع فيلير تاني، لانه يعني ستيل الايم كله الهدف كله الاسمى اللي قايم عليه على الجذور ان انا اعمل سيل. يبقى انا لو ما عملتش كافيتي وما عملتش فيلينج يبقى ما عملتش سيلينج، يبقى سبت اريا هيدخل فيها تاني ابيكال فلويدز وترجع تعمل لي مشكله من اول وجديد. فقال لك طب احنا لو هنعمل كافيتي، الكافيتي ده بقى طالما هنعمل اندونتيك مايكرو سيرجري ليه مواصفات. مواصفات ان انا عايزه يبقى الدبث بتاعه 3 مللي، يبقى انا هقطع 3 مللي من الروت والدبث بتاعي هيبقى 3 مللي، اوكي. وعايزه كمان انه الوولز بتاعه الكافيتي دي تبقى بارالل وولز، يعني انا وريت لك كيسز في الاول كانتش الامالجم فيها ريتنتف، يعني نتيجه انه انا عايزه البارالل وولز دول عشان يحافظ على الماتيريال ريتنتف جواهم، فيبقى انا عايزاه كمان يبقى بارالل وولز 3 مللي، عايزاه يبقى بارالل وولز. عايزه بقى الكافيتي بتاعي ده يا ريت لو يقدر ينضف لي الاثمسز اللي هي موجوده ما بين الكنالز، يعني زي اللي في الاريا اللي موجوده هنا، لا ده انا عايزه انضفها، يبقى انا كمان عايزه حاجه تقدر توصل للاثمس وتنضفها، اوكي. الاهم حاجه بقى انه زمان لما كنا بنعمل بالبير تراديشنال بير كانت بتؤدي دايما لويكنينج في الدنتين وولز زي ما انتم شايفين، وكان بتؤدي كمان ان يحصل بيرفريشن برضو زي ما انتم شايفين دلوقتي، لانه اتجاه البير عمره ما هيقدر يوصل لك ان هو يلف ويدخل جوه الكنال. فايه بقى اللي ممكن يعمل كده؟ ده شكل البير، مهما كانت البير بتاعتك صغيره ستيل مش هتقدر تدخل جوه الكنال ومش هتقدر تحافظ لك على الوولز بتاعتك. فايه بقى اللي هيقدر يعمل لي كل اللي انا طلبته ده؟ الالتراسونيك تيبس. الالتراسونيك تيب دي بتركب على اي التراسونيك ماشين موجوده عندك، يجي منها different sizes زي ما انتم شايفين، دي ريترو تيبس، يعني تيبس معمولة بس علشان تستخدمها في الجراحة. الهدف كله من الريترو تيب هي الانجل بتاعتها دي، الانجل بتاعتها هي اللي بتلف وتدخل جوه الكنال، تيجي منها different sizes different lengths different angle. الهدف الاساسي او فكرتها الاساسية وميزتها الاساسية ان هي اللي هي الشكل بتاعها هو اللي curved بحيث انها 90 degree دي تقدر تدخل جوه الكنال بتاعتي. فيبقى انا بجيب الريترو تيب بتاعتي بعد ما عملت كل اللي احنا قلنا عليه وابدا اشغلها بحيث انها تشيل لي 3 مللي من الجاتبريكا. ده شكلها عند اول بارت من الجاتبريكا، وده وهي ديب جوه الجاتبريكا، وانضفها، انضف الاريا دي بحيث ان انا شلت الجاتبريكا بتاعتي كلها، وصلت ان بقى عندي هنا اريا 3 مللي متنضفين علشان ابدا احط فيها الفيلنج بتاعتي. وده شكل الريترو تيب، وده شكل الريترو كافيتي بريباريشن بتاعتي. ده بقى كان اللي زمان، وده الاندونتيك مايكروسيرجري اللي هو تراديشنال بير وامالجام اللي هو كان دايما بيبقى حاجه من الحاجات الفاشله، وده شكل الاندونتيك مايكروسيرجري. طيب عملنا كده، وصلنا بقى لاخر مرحله ان انا هعمل الروت اند فيلنج بتاعي، هحشي السنه دي. طبعا زي ما قلنا الهدف الاسمى هي اللقطه دي، ان انا هعمل سيلينج هنا. طب انا لو هعمل سيلينج في مكان هو هيبقى فيه فلويدز وفيه بلد، يبقى الماتيريال اللي هستخدمها الاساسيه لازم تبقى هيدروفيلك. معنى كلمه هيدروفيلك انها بتنشف وجود الميه او هي محبه للميه. كل الماتيريالز اللي في طب الاسنان كلها ما تقدرش تستخدمها في وجود فلويدز، زي مثلا الكومبوزيت اللي هو مش عارفه بيسموه ايه، سنسيتيف، مويشر سنسيتيف او حاجه زي كده،
ما تقدرش تستخدمه في وجود السلايفا، ما تقدرش تستخدمه في وجود بلاد. المثيلة الوحيدة اللي نقدر نستخدمها في وجود كل الفلويدز دي هي الـ MTA، لأن هي الماتيريال هيدروفيلك. ده شكل الكافيتي بتاعنا، ده الفلاب مرفوع معمول له ريتراكشن، وده شكلنا واحنا بنحط ايه الـ MTA جوه الكافيتي اللي معمول. زي ما قلنا الادفانتج الاساسيه بتاعتها ان هي هيدروفيليك، مش هكلمكم بقى عنها بالتفصيل لانه اكيد في حاجه من المحاضرات اللي انتوا اخدتوها كتير قوي او اللي لسه كتير قوي هتاخدوها فيها عن الـ MTA بكل مميزاتها وعيوبها. كل الماتيريال في الدنيا ليها مميزات وعيوب. فالماتيريال دي هيدروفيليك، السيلينج بتاعها حلو جدا، هي البي اتش بتاعها عالي فهي انتي بكتيريال، بتساعد على تكوين الهارت تيشو فورميشن. عيوبها الاساسيه انه اولا السيتنج تايم بتاعها كبير جدا، فاي مكان بتستخدمها في اي تكنيك تاخد وقت على ما بتنشف. الحاجه الثانيه مانيبيوليشن بتاعها وحش جدا، من ضمن أسوأ الماتيريال اللي تستخدمها وتعمل لها ميكسنج هي الام تي اي، بتحتاج وقت طويل عشان تتعلم ازاي تعملها. ماتيريال غاليه جدا جدا، خليني اجيب التشارجر على ما اقول لكم هي غاليه جدا قد ايه. غاليه لدرجه انه الربع، ان الماتيريال بتتباع بالربع جرام، وغالبا الربع جرام في مصر بيتباع بحوالي 300 جنيه وبتعمل ديسكالريشن. دي عيوبها. فعملوا موديفيكيشنز، عملوا حاجه اسمها بري ميكسد كالسيوم سيليكيت سيمنتس لمن استطاع اليه سبيلا، لان سعرها عالي جدا جدا، اغلى من كده بكتير. ممكن تستخدمها احسن كتير، هي شبه التمبري فيلينج ماتيريال بتاعتك، فبتقدر تطلع الاريا اللي انت عايزها، البارت اللي انت عايزه، وتعمل له كوندنسيشن في الكافيتي. هتيجي احنا خلصنا الحمد لله، يا يلا نعمل فلاب ريبليسمنت ونرجع بقى ونسوتشر. غشيم متعرفش. فقال لك انه الخطوه الاساسيه بقى هنا اللي قبل ما ترجع الفلاب، وهقول لك افتكر كلامي كويس جدا، انك لازم تعمل اريجيشن للكافيتي، البون كافيتي بتاعك، والا بارتس من الـ MTA او من الفيلينج ماتيريال بتاعك هيبقى شبه اللي في الصوره كده خارج بره، وهيعمل لك ساينس تراكت، والبيشنت ده هيبقى عنده مشاكل كتير. او اي مكان الفيلينج ماتيريال اللي انت بتستخدمه، اي ار ام، تستخدم امالجم، اي مكان. فيبقى لازم هنا هتعمل اريجيشن للبون كافيتي ده كويس، وتصوره اشعه عشان تتاكد ان ما فاضلش اي حاجه موجوده في البون كافيتي، وبعدين بقى تعمل فلاب ريبليسمنت وتعمل سوتشر. حد يقولي ايه رايكم هنا في السوتشرز الموجوده دي، او ايه كانت المشكله الاساسيه اللي موجوده هنا لما جه يعمل سوتشر ويعمل فلاب ريبليسمنت؟ ما رجعش فلاب ادجز 100% على الاريا اللي كان المفروض عامل، اللي كانت المفروض ترجع فيها. عشان كده دايما بنقول قبل ما تعمل سوتشر لازم تعمل كده، بتجيب جودز، والجوز ده يبقى مليان سلايم، وتعمل حاجه اسمها تيشو كومبريشن. تاخد الفلاب وانت تعمل تيشو كومبريشن، بحيث انه تعمل انيشيال اتاتشمنت، وعلشان لما تيجي تعمل بعد كده بقى سوتشرنج، الفلاب ده يبقى ابتدى يرجع مكانه مظبوط، والتيشوز دي ما بقتش شبه المنظر اللي انتوا شفتوه قبل كده. فيبقى لازم نعمل خطوه التيشو كومبريشن. 5 دقايق مش هيفرقوا معاك في الوقت، لكن هيساعدوك جدا في انك ترجع الفلاب لمكانه. نيجي بقى ناخد كيس كده من الاول. جالنا البيشنت، هنعمل سيرجيكال زي ما بنقول، هنعمل تريتمنت بلاننج، وهقول لك هنا اهميه الكوم بيم زي كل السلايدات اللي قلتها لك قبل كده. جالنا البيشنت، عملنا له روت كانال تريتمنت، بعدين حصل ان البيشنت ستيل عنده مشكله وموجوع، ما عدنا يعمل سي بي سي تي. اكتشفنا بقى هنا فعلا اللي هو ايه، يا لهول الصاعقه، اللي هو ليجن ده صغير، ده هو كل ده. فبالظبط هتلاقي هنا ان الليجن بتاعك ده كبير لدرجه ان هو تقريبا في واحده من السنان عامل حاجه اسمها ثرو اند ثرو، اللي هو يعني مفيش بكل بليت اوف بون، وهنا في يعني سن بلاتال بليت اوف بون، لكن هنا مفيش بكل بليت اوف بون. الاريا دي هي فيري ثين، لما هتيجي تعمل لها كده بالكرات هتبقى طارت معاك. وهو الليجن من كتر ما هو كبير واصل لغايه البالاتال بليت اوف بون، فدي بنسميها ثرو اند ثرو، يعني بكل اند بالاتال، فتبقى ثرو اند ثرو. وده شكل حجم الليجن ده، انت ما عندكش اي بالاتال بليت اوف بون، والبكل ده رم رفيع جدا 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 زي ما قلت لك، بالكيرات هتعمل كده هينزل معاك البون. ده حجم الليجن. اوكي،
لما تيجي ترفع ده فعليا شكل الليجن بتاعك قد ايه كبير. طبعا الاكستنشن بتاعه وباكو باليتال كبير جدا. ففي الكيسز دي احنا بنحب دايما ان احنا نستخدم بعد ما نخلص كل حاجة تستخدم بون جرافت وممبرين. فيبقى من ضمن الانديكيشنز الاساسية ان انا استخدم بون جرافت وممبرين هي الكيسز اللي هي ثرو اند ثرو دي اللي بقولك عليها. ده شكل البون جرافت بتعمله ميكسنج، هي بتعمله ميكسنج بقى ببلاد بسلاين. طبعا بيفضل دايما ان يبقى تعمله ببلاد علشان كلكم عارفين انه في بون سيجنال مولكيولز وفي ستيم سيلز ومش عارفه ايه، فدايما بنحب ان احنا نعمله ميكسنج بالبيشنت اون بلود. وده شكل الممبرين. وفي الحاله دي احيانا بنعمل حاجه اسمها ساندويتش تكنيك، انك تحط ممبرين تحت وبعدين تحط البون وبعدين تحط ممبرين من فوق، ودي ريزوربابل ممبرين. ده شكل قبل السيرجري وده شكل البون جرافت الاميديت. فبتلاقي كأنك شايف فعلا الحبيبات بتاعة البون موجودة، وده الفولو اب بتاعها بعد 1 year. اوكي هنيجي نقول طيب انا ليه بقى هستخدم الجايد تيشو ريجنريشن، ليه هستخدم بون جرافت، امتى استخدم ممبرين؟ هيقول لك لو ما يبقى عندك ليجن ثرو اند ثرو شبه اللي احنا شفناه او حاجه شبه اللي في الصوره، ده انت عندك ابيكو مارجنال ديفكت. ولو الليجن حجمه كبير وال one of the plates رفيع قوي، فيبقى دي الاستخدامات بتاعته او امتى. ما اقولش ان السيرجري كفايه انا مضطره ان انا استخدم بون جرافت او ممبرين. ده بيسرع الهيلينج بتاعك، بيزود البون ريجنريشن، بيمنع بقى اللونج جانكشنال ان يحصل هيلينج لونج جانكشنال ابثيليوم والمشاكل كلها اللي انا قلته لك. ده كله كان ابيكال سيرجري. هقول لك بس ان السيرجري بتاعنا فيلد كبير جدا. عندنا كمان حاجه اسمها روت ريسكشن او امبيوتيشن، ان انا بقطع فيه الروت هوريزونتال بالعرك، او عندي هيما سكشن ان انا بقسم السنه نصين بالطول واخد جزء منهم وارميه، وعندنا جزء بايكاسبيدايزيشن، وعندنا انتنشنال ريبلانتيشن ان انا بشيل السنه كلها بخلعها، قرر ان انا مش هعرف اصلحها ابدا وهي موجوده في مكانها فبخلعها واصلحها في ايدي وارجعها تاني في مكانها. كلها هي من ضمن الحاجات اللي بنعملها في الاندونتيك سيرجري، عشان الهدف بتاعها في الآخر إن إحنا بندي السنة دي a second chance، محاولة تانية to maintain it في مكانها. أنا مبسوطة جدا إن أنا كنت معاكم النهاردة، أتمنى إن أنا أكون فدتكم وما طولتش عليكم. دول ال QR codes، هتجيب الكاميرا بتاعتك وتفتحها، هيطلع لك لينك هتفتحه هيجي لك المحاضرات بتاعتي كلها بتاعت ال endodontic surgery بالتفصيل. ممكن تعملها داونلود في أي وقت. لو عندك أي أسئلة تبعت لي دلوقتي، يا إما وصلوا لي على الفيسبوك. أنا اسمي ريهام حسن، ومبسوطة جدا إن أنا كنت موجودة معاكم، ومبسوطة جدا من المنظمين بتوع المؤتمر. سعيدة جدا إن في شباب كان هدفها إن هي توصل العلم لأكبر ناس موجودة، وسمعت إنه المؤتمر مش موجود في مصر بس، ده حاجة يعني في حوالي 18 دولة عربية. فطبعا دي حاجة مشرفة جدا، وحبوا الاندو عشان الاندو جميل، واسألونا لو عندكم أي أسئلة. مع السلامة. أيوة، أسئلة المسابقة، معلش معلش، أسئلة المسابقة. أول حاجة حد يقول لي one of the contraindications للإندونتيك سيرجري، ليه بنستخدم زيرو بيفل مش 45 ديجري؟ واخر واحده ليه بستخدم التراسونيك تيبس او ايه فوائدها؟ دول الثلاث اسئله. يبقى اول سؤال حد يقول لي one of the contraindications بتاعه الاندونتيك سيرجري. تاني سؤال ليه بستعمل زيرو بيفل مش 45 ديجري؟ واخر سؤال هنقوله هو ليه بنستخدم الالتراسونيك تيبس او ايه فوائدها؟ فكده برضو قلنا الأسئلة. انتوا كده لسه سامعيني؟ طيب
طيب أقول لكم مع السلامة ونشوفكم على خير، ولا هنختار الإجابات دلوقتي مع بعض؟ لا دكتور، يا ريت حضرتك اللي تختاري الناس اللي كسبت من الكومنت، يعني هو حد واحد بس اللي هيكسب وحضرتك اختاريه من الكومنت. وده معناه ان انا وده لازم معناه ان اختار انا من لازم العيب. ممكن. نشوف ال هو انا قفلت حضرتك البرزنتيشن، حضرتك ممكن عادي من على ستريم. عايزين نختار يا جماعة مين فوز معانا. أقول لك مين اللي كسب؟ هاي يا بيتر دكتور، بيتر بيتر نيدي. بيتر ايه؟ نادي نادي الاسم بيتر الاسم نادي. بيتر نادي. تمام يا دكتور، شكرا قوي حضرتك يا دكتور على المجهود وعلى المحاضرة الجميلة جدا دي، ومبروك لدكتور بيتر، واحنا اكتر يا دكتور. ان شاء الله يا دكتور، اكيد. خليني اقول لك حاجه خليني اقول تانية لك بقى. حاجة انا عايزه تانية بقى، انا اسكت. عايزه اسكت. منين؟ هي رشحتني ان انا اجي ادي معاكم المحاضره، هي قالت في حقي كلام جميل، فبرضو خلينا ما ننساش ان احنا هنشكرها. شكرا يا دكتور، وحقيقي حضرتك تستاهلي اكتر من الكلام ده. ربنا يخليك يا ربنا حبيبتي، يخليك يا حبيبتي، خلينا على خير ربنا باذن الله. يخليك باذن الله. سعيده جدا ان انا كنت معاكم. احنا اسعد يا دكتور، شكرا حضرتك. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة.